مرحبا بجميع التلميذات والتلاميذ للسنة الأولى من سلك الباكالوريا شعبة الأدب. نحن معكم في هذه الحصة في مادة الفلسفة، والتي سنحاول من خلالها الوقوف عند مجزوءة الفاعلية والإبداع. بعد أن تعرفتم على بعض مجالات الفاعلية والإبداع الإنساني من قبيل التقنية والعلم والشغل وكذلك التبادل، سنتوقف في هذه الحصة على مجال آخر من أهم مجالات الإبداع والفاعلية الإنسانية، ألا وهو مجال الفن. إذن سنتحدث عن مفهوم الفن، وبطبيعة الحال الحديث عن الفن هو حديث عن مجال فيه إبداع وفيه فاعلية إنسانية يحاول من خلالها الإنسان أن يعبر عن وجوده وعن ذاته بشكل مختلف، ويفتح أمام ذاته آفاقا أخرى لهذا الوجود، متجاوزا بذلك الأشكال وأنشطة التي كما تعرفتم عليها، الشغل أو الفن، الشغل أو الفاعلية التقنية أو العلمية أو حتى التبادل. إذن موضوع هذه الحصة هو الإشكال الأول، وماهية الفن أو ما هو الفن. ونستهدف من هذه الحصة تحقيق القدرات التالية: أولا، القدرة على تمثل الفن كفاعلية إبداعية حرة مجردة عن كل ما هو نفعي. ثم القدرة الثانية، القدرة على التعرف أو لتعرف العمل كنشاط إبداعي رمزي ورسم الحدود الفاصلة بينه وبين الطبيعة والحرفة. هنا نتحدث عن قدرة على التعرف، تعرف العمل الفني، العمل الفني وليس العمل بمعنى الشغل. فموضوع هنا هو الفن. إذن سنحاول في القدرة الثانية أن نرسم هذه الحدود بين الفن وبين الطبيعة، وبين الفن وبين الحرفة، وكذلك حتى بين الفن وبين المعرفة العلمية. إذن فسنتحدث عن مفهوم الفن من خلال محاولة تحديد ماهيته ومحاولة تحديد المقصود بالأطر الفن. أولا، قبل أن نبدأ سنذكر ببعض ما رأيته في حصة سابقة. فالفن هو مجال تتجسد فيه فاعلية وإبداع الإنسان كما قلنا، بمعنى أن الحديث عن مفهوم الإبداع، والذي نقصد به من حيث نبدأ، هو خلق أشياء جديدة. فمجال الفن هو مجال واسع لهذا الإبداع الإنساني، ومجال كذلك للفاعلية الإنسانية، لأن الإنسان ينتج أثرا من خلال هذه القدرة على الإبداع الفني. الفن يسعى إلى إنتاج النظام والانسجام، ويقوم على الكفاءة والتحكم، بمعنى أن مفهوم الفن يقوم على التحكم في الوسائل، بمعنى أن الفنان هو الشخص الذي يتحكم في وسائله ويستطيع أن يخلق فيها نوع من الانسجام والنظام، سواء كان هذا الفن فنا، يعني سواء كان الفن موسيقى أو رسما أو نحتا أو مسرحا أو شيء من هذا القبيل، أو حتى رواية أو شعرا، فكلها ترتكز على فكرة الانسجام والنظام والتحكم في الآليات. فالموسيقي هو الذي يتحكم في الأدوات الموسيقية ويتحكم في الأنغام، نفس الشيء بالنسبة للراقص يتحكم في جسده، والرسام يتحكم في الألوان والريشة وما إلى ذلك. إذن فمفهوم الفن في معناه الواسع فيه هذا النوع من التحكم والقدرة على خلق النظام والانسجام الذي يمتع العين أو الأذن كذلك.
لفظ الفني كان يشير في المجتمعات الحرفية إلى كل نشاط منتج يقوم على معرفة عملية ومهارات خاصة. بمعنى مفهوم الفن هو ولا لفظ الفن هو من الألفاظ التي عرفت نوعا من الانتقال الدلالي، بمعنى أن لفظ الفن كان يستعمل في مجتمعات سابقة بمعنى، وكلما تقدمت المجتمعات الإنسانية أخذ هذا اللفظ دلالات جديدة. فكان مفهوم الفن يطلق في المجتمعات السابقة على المجتمعات الصناعية عفوا على كل نشاط منتج، يعني كل حرفي كان يطلق عليه اسم فنان، خصوصا عندما يتقن إنتاجاته ويعمل على كما قلنا وضع هذه المنتوجات في إطار من الجمالية. كذلك تحول هذا المفهوم ليشمل كل المعارف، فمثلا في اللغة العربية نتحدث عن فن الطب وفن التاريخ وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك في المجتمعات الصناعية سيظهر ما يسمى بمفهوم الفنون الحرة أو الفنون أو ما نطلق عليه اليوم باسم الفنون الجميلة. مع ظهور المجتمع الصناعي سيتم التمييز بين الفنون الآلية الارتزاقية والفنون الحرة التي لا تسعى إلى تحقيق منفعة أو ربح. هنا عندما قلنا في المجتمع الصناعي هناك تمييز بين مفهوم الفنون الآلية التي ترتبط بالحرفة كما قلنا، والتي يطلب منها الرزق ويطلب منها الربح، وهنا كل الحرفيين يسموا أو الحرفة تسمى فنا، ولكن سيظهر مفهوم الفنون الحرة وهي الفنون التي لا يطلب من ورائها الربح ولا يطلب من ورائها طلب الرزق، وهذه الفنون الحرة ستسمى فيما بعد بالفنون الجميلة، والتي تعني الفن بمعناه الخاص، الفن كما نقوله اليوم. والمقصود بالفن بمعناه الخاص هو ما يعرفه به لالوند أو ما يعرفه لالوند بأنه كل إنتاج للجمال يتم بواسطة أعمال ينجزها كائن واعي. إن تأمل هذا التعريف لالوند يعني في معجم الفلسفي يقول: الفن هو كل إنتاج للجمال يتم بواسطة أعمال ينجزها كائن واعي. هنا إذن الفن حصرا أو في معناه الخاص يختصر على إنتاج الجمال، وهذا الجمال يشترط فيه أن يكون منجزا من طرف الإنسان باعتباره كائنا واعيا. وهنا نستبعد من الفن الجمال الطبيعي، فالجمال الطبيعي ليس فنا، بينما ما يسمى الفن هو الجمال الذي ينتجه الإنسان، حتى وإن كان هذا الإنسان ينتج الجمال الفني استنادا إلى محاكاة أو تقليد الجمال الطبيعي. فعندما يقف الرسام مثلا أمام منظر طبيعي جميل ويرسمه في لوحته، والفنان الفوتوغرافي ويأخذ صورة لمنظر جميل بتقنية فنية، فهنا نتحدث عن أن المنظر الأصلي الطبيعي ليس فنا، وإنما نسخته إذا أردنا عند الفنان تسمى فنا وفيها إنتاج للجمال. إذا هنا هذا يطرح لنا مشكلة تحديد مفهوم الفن، سواء في علاقته بالفنان وفي علاقته بالإنتاج الفني أو ما سنسميه بالأطر الفني. إذن سنتوقف عند هذه الصورة كمنطلق. هذه لوحة لفان جوغ، هي لوحة مشهورة، لوحة الحذاء أو حذاء الفلاح كما تلاحظون. فالرسم يجسد حذاء باليا قديما، وهو مسألة يعني حاول من خلالها الفنان أن يعبر عن شيء ما، يعبر عن فكرة ما وعن أفكار متعددة. بطبيعة الحال هذه اللوحة ستكون موضوع اشتغال من طرف كثير من الفلاسفة، وأولهم هيدغر الذي سنتعامل وسنتعرف على موقفه من أصل الفن في هذه الحصة.
ثم كذلك هذه اللوحة تطرح إشكالية كيف أنها والتي سيتم الاشتغال عليها فيما بعد، وأن فكرة الجمال أو الحكم الجمالي، ماذا يعني الجمال في الفن؟ فعندما نقول اللوحة جميلة، فمفهوم الجمال هنا مستقل عن الموضوع الذي يمثله، فحتى إن كان الموضوع قبيحا، فيمكن للرسام أو للفنان أن ينتج من خلاله لوحة جميلة. فمثلا، فهذا الحذاء البالي ليس جميلا في الأصل، ولكن اللوحة أو التعبير الفني عنه أصبح له جمالية، كما أن مثلا لوحة للحرب أو رواية عن الأوضاع المزرية أو عن المرض أو شيء من هذا القبيل، فهي تجسد واقعا أو تحاكي واقعا سيئا أو مأساويا، لكن العمل الفني في نهاية المطاف يكون جميلا. ثم كذلك ستطرح هنا مشكلة المحاكاة، بمعنى هل الفن هو مجرد تقليد للواقع أم أن الفن فيه إضافة؟ وبطبيعة الحال هذه الإشكالات ترتبط بإشكالية الأصل، هي إشكالية العمل الفني. ما المقصود بالفن؟ هل كل من يأخذ الصباغة والريشة فيرسم أي شيء يسمى فنانا، أم أن لابد من في الفن أن تكون هناك شروط معينة ومحددة؟ وبطبيعة الحال هذا سيرتبط بالإشكاليات الأخرى، التي هي أن مشكلة الفن في الأصل هي مشكلة واحدة وتتفرع من كما قلنا من إشكالية الجمال والحكم الجمالي والمحاكاة وغيرها. وهنا سنحاول الوقوف عند أولا عند ماهية الفن. بطبيعة الحال عندما نضع هنا الصورة، فهنا لا يعني أن الرسم وحده هو الذي يشكل أو يمثل الفن، بل الفن تحدث عن كل الفنون من الرسم والموسيقى والتصوير والسينما وما إلى ذلك. إذن سننطلق إلى الطرح الإشكالي. هذا الطرح الإشكالي يتأسس على التقابل بين العمل الفني وباقي الإنتاجات الإنسانية كما قلنا في السابق. فإذا كنا تعرفنا عن الشغل والتبادل والتقنية والعلم، فهذه إنتاجات تجسد إبداع وفاعلية الإنسان، فما هو الفرق بينها وبين الفن كمجال للإبداع الإنساني كذلك؟ إذن بماذا يتميز العمل الفني عن باقي إنتاجات الفاعلية البشرية؟ ما الذي يجعل من عمل فني أثرا فنيا؟ إذن هذه الإشكاليات التي أو الأسئلة التي سنحاول الإجابة عنها من خلال إشكالية ماهية الفن أو ما هو الفن. سنبدأ بتصور الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت. بالنسبة لكانت، فقد حاول أن يقارن بين الفن والطبيعة، ثم بين الفن والعلم، والفن والحرفة. وهنا بالنسبة له، فالفن يتميز عن هذه المجالات الثلاث، وسنحاول في هذا الجدول أن نضع مقارنة أو نتحدث عن هذه المقارنة من خلال هذا التحديد. فالفن هنا بالأخضر، سنحاول مقابلته بالطبيعة وهكذا. إذن الفن في نظره هو فعل، يعني نتحدث عن إحداث شيء بوجه عام بالنسبة للفعل، في حين أن الطبيعة مفعول، يعني أن مفهوم أو لا ما يوجد في الطبيعة ليس فنا، لأنه مفعول أو معمول، يعني أنه عمل من طرف أو لهذه الطبيعة وجد فيها، وطبيعة لا ليست كائنا واعيا يوجد الأشياء. ثم أن الفن هو نتاج إرادة حرة وعاقلة. فبالنسبة لكانت، فأصل أو لا العمل الفني يأخذ أصله ودلالته من خلال كونه منتوجا من طرف الإنسان باعتباره ذاتا حرة، ذاتا
لها قدرة على الفعل بإرادة حرة تتأسس على العقل، في حين أن الطبيعة أو ما يوجد في الطبيعة ونتاج عن الطبيعة والغريزة. الطبيعة بمعنى مثلا الأشجار والأنهار وما إلى ذلك، أو بالنسبة للحيوان يعطي مثال النحل الذي ينشئ تلك الخلايا الشمعية التي لها نوع من الجمالية، ولكن هذه الخلايا هي في الحقيقة نتاج لطبيعتها ولغريزتها، وبالتالي فلا نسميها فنا لأنها لا تنتج عن إرادة حرة عاقلة. كذلك أن الفن تمثيل أو لتمثيل مسبق يحدد الغاية من العمل الفني، ومن هنا يتخذ العمل الفني شكله، بمعنى أن الحديث عن العمل الفني يرتبط بوجود هذا التمثيل، بوجود هذا التحديد المسبق لما سيتم إنجازه من خلال كما قلنا الإرادة العاقلة، في حين أن منتوجات الطبيعة المنتوجات بالنسبة للطبيعة صادرة عن الطبيعة وليست عملا فنيا. إذن فالفن هو فعل من إنتاج إرادة حرة مسبقة، من إرادة حرة عاقلة ترتبط بتحديد الغايات والتمثل المسبق لما سيتم إنتاجه. بالنسبة للمقارنة بين الفن والعلم، فالفن في نظر كانت هو ملكة عملية، يعني عملية نتيجة تطبيقية فيها جانب عملي، في حين أن العلم هو ملكة نظرية، يعني ينتج أفكارا وتبقى على المستوى النظري. كذلك أن الفن هو قدرة، في حين أن العلم معرفة. فعندما نتحدث عن القدرة نتحدث عن كفاية عن ما هو عملي، بينما يرتبط مفهوم العلم بتحديد ما هو معرفي كما قلنا ومجموعة من الأفكار. إذا العمل الفني لا نملك ولا نملك مهارة صنعه حتى لو كانت معرفتنا به معرفة تامة، بمعنى أن الحديث عن مسألة العمل الفني والمهارة والقدرة على إنتاج هذه أو هذا الأثر أو هذا العمل الفني لا يرتبط بالضرورة بمعرفة معينة، فقد نعرف أشياء كثيرة ولكن لا نستطيع أن ننجزها، بمعنى أن المنتوج الفني يقتضي مهارة وليس بالضرورة معرفة، وقد تحصل لدينا المعرفة دون أن تكون لدينا مهارة في إنتاج هذا العمل الفني. وهنا يعطي كانت مثالا لقدرة كامبير، هذا العالم عالم التشريح الهولندي الذي وضع تصورا نظريا معرفيا للحذاء الأمثل، يعني أعطانا صورة نظرية وله معرفة دقيقة بكيف يجب أن يكون الحذاء الأمثل حتى يكون مناسبا للرجل، لكنه لم يستطع يوما أن يصنع هو هذا الحذاء. إذن فهنا نتحدث عن مهارة عملية وليس بالضرورة نظرية، في حين أن العلم ما يمكن أن نقوم به بمجرد معرفتنا فقط لا يسمى فنا، لأن ليس بالضرورة أن تكون لدينا معرفة ننتج عنها عملا فهو يسمى فنا في نهاية المطاف. إذن هنا الفن هو ملكة أو قدرة عملية يستطيع من خلالها الإنسان أن يبرز أعمالا من خلال هذه المهارة، والتي تقتضي نوعا من المعرفة، لكن هذه المعرفة ليست ضرورية، مع العلم أن كل معرفة لا تعني بالضرورة القدرة على الفعل. بالنسبة للفرق بين الفن والحرفة، فالفن هو نشاط حر غير مقيد بشرط معين أو بشيء معين، في حين أن الحرفة نشاط ارتزاقي. مفهوم الارتزاق هنا بمعنى طلب الرزق، فالحرفي عندما يشتغل وينتج شيئا معينا فهو لا ينتجه بشكل حر، وإنما لأنه يطلب منه رزقا لأن من خلاله يأكل ويشرب وما إلى ذلك. كذلك أن الفن يحقق غاية بوصفه لعبا، لأن الفنان لا يقوم بعمله الفني هذا انطلاقا من كما قلنا إلزام طبيعي، يعني من خلاله يحقق حاجاته، وإنما يشتغل
في محترفه الفني بشكل حر ولا قيود تقيده، في حين أن النشاط الحرفي هو شغل متعب وخال من المتعة وغير جذاب. فالشغل هنا كما تحدثنا في السابق عن مفهوم الشغل، فيه نوع من التعب ونوع من العناء، في حين أن الفنان يقوم بعمله وهو يستمتع بما يقوم به. كذلك الفن نشاط ممتع في حد ذاته، بينما الحرفة مفروضة على الإنسان بوصفها إلزاما. لماذا؟ لأن من خلال هذه الحرفة فالإنسان يحصل على أجر معين، ومن ثم طبعا الحال هنا يمكن أن نناقش، لأن مفهوم الفن كما قلنا تعرض لتغييرات كثيرة في دلالته. الآن أصبح حتى اللاعب حرفة، وأصبح حتى الفنان يأكل ويشرب ويعيش من فنه، وهذا تعريف آخر يمكن أن نناقشه. إذن كنتيجة لما قلناه يمكن أن نستنتج مع كانت أن الفن إذن حسب كانت هو فعل حر ومهارة عملية ناتجة عن إرادة حرة عاقلة، كما أنه نشاط ممتع في حد ذاته. ننتقل الآن إلى تصور مارتن هيدغر. هذا كذلك فيلسوف ألماني معاصر. يقول هيدغر: من المؤكد أن الأثر الفني هو شيء تم صنعه، إلا أنه يقول كذلك أمرا آخر بالمقارنة مع ما هو مجرد شيء. إن الأثر الفني يعرف أو يعرف علنا بآخر، إنه يظهر آخر، إنه تمثيل. من خلال هذه القولة يتبين أو يعتبر هيدغر أن معرفة أصل العمل الفني عملية صعبة، ويطرح سؤالا: من يسبق الآخر؟ هل الأثر الفني أم الفنان؟ الأثر الفني بمعنى المنحوتة أو اللحن أو اللوحة أو شيء من القبيل، من يسبق الآخر؟ وهذا التعقيد يظهر من خلال العمل الفني نعرفه، من خلال العمل الفني نعرف الفنان، لكن ما يجعل من الفنان فنانا هو العمل الفني، لأن هناك نوع من الجدل بين العمل الفني والفنان. كذلك في الأثر الفني نجد حضور عنصر المادة داخله، الخشب في الأثر المنحوت واللون في اللوحة والحجر في الأثر المعماري وما إلى ذلك، أي أن الأثر الفني قبل كل شيء يحمل أو لا يحمل وينقل ويباع. بمعنى أن الأثر الفني في نظر هيدغر هو في الأصل شيء، يعني منحوت، هو حجر، هو خشب، هو لحن موسيقي، هو لون وقماش وصباغة وما إلى ذلك. وهذا الشيء يمكن أن ينقل ويباع ويتعامل معه كشيء. فمثلا الشخص الذي يتكلف، الشركة التي تتكلف بنقل اللوحات من معرض إلى آخر، فهي تتعامل معها كما تتعامل مع بقية السلع. لكن بالإضافة إلى هذا الجانب الشيئي، يقول هيدغر بأن العمل الفني هو تمثيل ورمز، يعني فيه إضافة، فيه يعلن عن آخر، عن شيء آخر غير ما هو مادي. فهو يتجاوز، يعني يتجاوز الأثر الفني شيئيته، ليتآلف الشيء، يعني المادة المصنوع، يعني يتآلف الشيء المصنوع وتجربة المبدع. إنه تجربة أو لغة تتحدث التمثيل والرمز، بمعنى أن العمل الفني تمثيل ورمز يحيلنا على قراءة معينة وعلى نوع من الحرية في هذه القراءة، وترتبط فيها تجربة المبدع بتجربة المتلقي كذلك. علينا أن نأخذ الأثر الفني كما يبدو لأولئك الذين يعيشونها ويستمتعون بها. وبالتالي وهنا مع هيدغر يمكن أن نقول بأن العمل الفني أو الأثر الفني يعاش ويستمتع به، وهذا ما يجعله يتمثل ويتجاوز شيئيته في نهاية المطاف. بعد ذلك سننتقل إلى تصور جادمير، وهو كذلك فيلسوف ألماني. بالنسبة له يمكن تعريف العمل الفني بدقة على أساس عدم كونه شيئا قد تم إنتاجه الآن ويمكن إعادة إنتاجه مرارا وتكرارا، بمعنى أن العمل الفني ينبثق على نحو لا يقبل التكرار ويتجلى بأسلوب فريد. فما يمكن أن نسميه فنا هو الفريد من نوعه، الذي لا يتكرر، الذي لا يمكن إعادته. وهنا يتجلى ما يسميه هو بأنه إبداع وليس مجرد عمل. فبالنسبة له من الأصح أن نقول الإبداع الفني وليس العمل الفني، على أساس أن مفهوم العمل قد يحيل على إمكانية العمل مرارا وتكرارا وإنتاج نفس الشيء،
في حين أن العمل الفني أو الإبداع الفني يشترط أن لا يكون متكررا. الإبداع يتجاوز العملية التي أنتجته ويصبح مكتفيا بذاته، بمعنى أن عندما يكتمل العمل الفني يصبح هذا الإبداع الفني مكتفيا بذاته، لا يعني يزيح الشروط التي أنتجته، وربما يتجاوز حتى من أنتجه، يتجاوز الفنان ويصبح مكتفيا بذاته، حاملا في ذاته لوجوده الخاص. ثم في الفنون التي تعتمد على إعادة الإنتاج، الموسيقى، الرقص، المسرح، يجب على الدوام إعادة تأسيس العمل الفني بوصفه إبداع، لأن مثلا موسيقى تعزف ويمكن أن تعزف مرارا وتكرارا. نفس الشيء بالنسبة للرقص أو المسرح، يمكن إعادة المسرحية بشكل متكرر، وهذا التكرار لا يعني أنه تكرار آلي، بل يجب على الدوام إعادة تأسيس العمل الفني من جديد. خلاصة، يمكن القول مما سبق يمكن القول أن الفن يختلف عن الطبيعة كما يختلف عن الأنواع الأخرى من الفاعلية الإنسانية كالتقنية والعلم والشغل. العمل الفني يتأسس على حامل مادي ويتجاوزه في نفس الوقت، لأنه تمثيل ورمز. الفن إبداع فريد من نوعه، لا يتكرر ويفرض نفسه باعتباره تجليا خالصا يفهم في ذاته بعيدا عن الشروط التي أنتجته. ثم الفن إذن فاعلية إنسانية يستطيع من خلالها الإنسان إبداع أشكال أخرى لوجوده، تكشف عن إمكانياته وتطلعاته إلى عوالم أخرى. كتمرين للإنجاز، اكتب موضوعا فلسفيا من خلال الجواب على السؤال التالي: هل يمكن اعتبار ما ينتجه الحرفي عملا فنيا؟ بطبيعة الحال سنحاول كتابة موضوع بالاستناد إلى منهجية الكتابة الفلسفية. إذا شكرا على انتباهكم، وإلى لقاء مقبل.